أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر على أن حماية موسم الحصاد تأتي من أهم أولويات حكومته. جاء ذلك لدى زيارته مناطق نوري ومستري وتريبيبا وكونغو حراز من محلية البيضة برفقة لجنة أمن الولاية والأجهزة العدلية والقانونية وعدد من التنفيذين بالولاية. وقال الوالي إن الغرض من الزيارة الوقوف على الأوضاع الأمنية ومتابعة حماية موسم الحصاد، وتعهد بمعالجة كافة الإشكاليات وتحقيق المطالب وفق جدول زمني محدد حسب الأولوية وإنشاء بورصة بمنطقة تريبيبا. ووجه خميس وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بعمل مسح لتحديد موقع لإنشاء البورصة، كما وجه مفوضية العون الإنساني بمسح مناطق العودة الطوعية لتوجيه المنظمات بتوفير الاحتياجات الضرورية، وشدد بعدم التهاون في حسم المجرمين مشيدا بالتعايش والتسامح الذي تشهده المنطقة. كشف والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب عن توفير 16 منحة دراسية مجانية في عدد من الجامعات في تخصصات مختلفة للطلاب المتفوقين بولاية الجزيرة، وقال إن المنح الدراسية جاءت بمجهودات مقدرة من منظمة قلب الجزيرة. جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال بتكريم الطلاب المتفوقين في شهادتي الأساس والثانوي وتكريم 47 من سباحي الولاية الذين أحرزوا أكثر من 40 ميدالية وعدد من الكؤوس في بطولة الجمهورية للسباحة. وأكد الوالي أن تكريم الطلاب المتفوقين جاء لتشجيع الطلاب وتعزيز ريادة التعليم في السودان وتكريما لأسر الطلاب التي رعت أبنائها، وجدد التزام حكومة الولاية بتهيئة بيئة الميادين والصالات وأحواض السباحة لتدريب الشباب والناشئين. قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بنيل الأبيض الصادق محمد عثمان إن الولاية تستهدف هذا الموسم زراعة 120 ألف فدان من محصول القمح بالإضافة إلى زهرة الشمس والأعلاف والخضروات. جاء ذلك لدى تدشينه انطلاقة العمليات الأولية إذانا ببداية الموسم الزراعي الشتوي بمحلية الدويم، ونشط الصادق الجهات المختصة بالإسراع في تحديد سعر تركيزي مجزي للقمح يشجع المزارعين في الاستمرار في زراعة القمح وتأهيل قطاع الري. وأضاف أن عدم تحديد سعر مجزي يؤدي إلى تراجع المزارعين عن زراعة القمح وتقلص المساحات، وقد يؤدي ذلك إلى خروج القمح من دائرة الإنتاج، فيما أشاد المزارعون بالعلاقات التشاركية بينهم وبين الشركات المستثمرة ومساهمتها في المسؤولية المجتمعية مناشدين بتحديد سعر التركيز ودعم مدخلات الإنتاج. أعلن الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عفاف أحمد يحيى أن اتفاقا قد تم بين الهلال الأحمر السوداني والألماني على تمديد العمل في مشروع الإصحاح وتعزيز الصحة وتخفيف آثار الكوارث بمنطقة كورما بولاية شمال دارفور لثلاث سنوات قادمة اعتبارا من مطلع العام القادم. وعبرت عفاف خلال مخاطبتها عددا من الفعاليات الجماهيرية التي أقيمت على شرف زيارتها إلى منطقة كورما التابعة إلى الريف الغربي لمحلية الفاشر، عبرت عن سعادتها بتمديد العمل في مشروع الإصحاح وتعزيز الصحة وتخفيف آثار الكوارث بكورما حتى تواصل فروع الجمعية عملها في تهيئة البيئة المدرسية، وذلك بتشييد الفصول وتوفير المياه ليس لأغراض الشرب فحسب، وإنما للتركيز على العمل في الزراعة وإعادة البناء المؤسسي. أجرى وفد الغرفة التجارية السودانية الزائر هذه الأيام لدولة ليبيا عددا من اللقاءات المهمة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. أوضح رئيس الوفد محمد أحمد الزين أن الوفد قد وقف خلال زيارته لبلدية زيلتين على التجربة الليبية في مجال صناعة الحديد والصلب والأسمنت ومواسير مياه الري والشرب والآبار والصف الصحي، مشيرا إلى انفتاح الجانب الليبي واستعداده لتعزيز التبادل التجاري مع السودان. من جانبها أعلنت سلطات بلدية زيلتين استعدادها لإقامة تكامل تجاري وتنشيط المراكز التجارية في كل من الفاشر ودنقلة، وذلك بما يسهم في مصلحة الاقتصاد بكلا البلدين. أخيرا مشاهدينا، اختتمت برئاسة محمية الدندر أمس الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة البحوث الزراعية ومشروع تعزيز المحميات ووحدة محمية الدندر الاتحادية حول رفع الوعي للمزارعين وقيادات العمل الزراعي في مجال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية. ووقفت الورشة في يومها الختامي على عمل ميداني بحل الصالح ريفي غرب الدندر تمثل في الإبداعات المحلية في معالجة وتقليل الأثار السالبة لتدهور الموارد الطبيعية من غابات وأراضي، كما وقفت على الغابات ومدى الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الطبيعية ومدى المحافظة عليها من المهددات.
انتهى موجز الأخبار، في رعاية الرحيم.